للأعياد طقوس خاصة في المجتمع الأردني، فهم لا يزالون يتمسكون بالعديد من المناسك الدينية والاجتماعية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ومن هذه العادات التي لا يمكن الاستغناء عنها زيارة القبور في صبيحة أول أيام العيد. هاي كل سنة إن شاء الله كل عيد بنيجي هون بنزور القبور، بنوزع لوجه الله للناس المحتاج الموجودين حول المنطقة اللي بيجوا على المنطقة هون، وبنزور القبر إن شاء الله ونقرأ الفاتحة وندعي له احنا وقرايبنا ان شاء الله. الله يرحم امواتنا وامواتك واموات المسلمين يا رب العالمين. كل عيد بنيجي هون بنوزع حلو وبنقرا الفاتحه وبنوزع مي وكل شيء بنوزع، يعني بنقرا الفاتحه عليهم كلياتهم. يعني احنا بنقرا الفاتحه على كل الناس، على كل الموجودين المدفونين هنا، وبنوزع يعني المي اللي الله بقدرنا عليه. ويعني هاي عادات وتقاليد من زمان، يعني كل عيد بنيجي بنعيد امواتنا وبنطرحها مع كل الناس. كل عيد بنيجي نقرا الفاتحه على ارواح المسلمين اجمعين، وبنوزع مي وبنرش على القبور مي وبنطرحها مع اموات المسلمين. ويتوجه المسلمون الى المقابر عقب اداء صلاه العيد، وذلك لقراءه الفاتحه على ارواح الموتى وإشعارهم بتذكرهم في العيد، فضلا عن إخراجهم للصدقات عن أرواح الموتى. نترحم على المسلمين وعلى الجميع الموتى، والله يرحمهم كلهم ويغفر لهم، ونوزع حلو عليهم عن أرواحهم، وإن شاء الله نأخذ عظة وعبرة من موتهم إن شاء الله على جميع الناس كلها، يعني تأخذ عبرة وعظة مش بس بأيام العيد، لازم كل فترة وفترة الناس يزور الموتى عشان تأخذ عبرة عنهم. للموعظة وقراءة الفاتحة وتوزيع حلو على روح الأموات وتعظ البلاد من العالم من القبور وعذاب القبور والدنيا، يزوروا أقاربينهم المتوفين، وخاصة بأيام العيد يعني، وخاصة أول يوم العيد صلة الرحم. شايف طلع كيف كل يعني كل فترة بنيجي بنزور، يعني هذه هي موعظة إنا، يعني لازم نتذكر أمواتنا لأنه إحنا هم دفناهم وبكرة بده أولادنا يدفنونا والله يرحمهم جميعا. وبنزورهم إحنا يعني كل فترة بنيجي بنزورهم، نسقيهم مي بندعي لهم، بس مش لأموات يعني، خلينا نقول لجميع الأموات ندعي لهم دعوة وإن شاء الله يا رب يتقبل منا ومنهم. وعادة ما يحملون الأردنيون نهار العيد أغصان الزيتون والنباتات الصغيرة والمياه من أجل زيارة الأموات بقصد الاتعاظ والاعتبار والدعاء لموتى المسلمين. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.